هنا غزة، حيث باتت الحياة معدومة، فلم يبقى حجر على حجر، وبدأ يختفي كل أثر للبشر. إسرائيل صبت جام غضبها على القطاع، قصفت كل ما أمكنها قصفه من السماء بشتى أنواع القنابل والصواريخ. هطلت هنا فدمرت المنازل والمشافي والملاجئ والمدارس وحتى الأنفاق. هذا هو حال غزة هذا الصباح. وعندما تجد مكانا كهذا، اعلم أن المعتدي استخدم أكثر أساليب الحرب وحشية على الإطلاق. الأرض المحروقة، فما هي سياسة الحرب هذه؟ وما علاقتها ببروتوكول هانيبال الإسرائيلي؟ من أول من استخدمها؟ وكيف عانى منها الجزائريون قبل الفلسطينيين؟ إليكم الحكاية، لكن لا تنسوا الدعاء لأهلنا المستضعفين في غزة بالنصر والصبر والفرج القريب. استراتيجية حرب لا تبقي ولا تذر. إحدى أبشع وأصعب الاستراتيجيات العسكرية على الإطلاق، تندرج تحت اسمها عدة تكتيكات تصب في النتيجة نفسها: حرمان العدو من الاستفادة من أي معدات أو أدوات أو أساليب قد تساعده بالتشبث بالحياة أو البقاء على أرض المعركة. تعتمد على إحراق وإتلاف كل شيء حرفياً، سواء عند التقدم للاعتداء على منطقة ما أو التراجع منها. فهي سياسة تشتت الطرف الآخر وتنهيه معنوياً وعسكرياً ومادياً. جيوش كثيرة استخدمت هذه السياسة وفي أماكن وحروب متعددة حول العالم، يحقق فيها مرتكبها أهدافاً كثيرة ومهمة. فقديماً كان الطرف المهاجم يحرق المنطقة التي يستهدفها بهذه السياسة، ويلجأ إلى استهداف الأراضي الزراعية والمحاصيل فيحرقها ويتركها رماداً. وشيئاً فشيئاً باتت تصبح أكثر وحشية، حتى وصلت لهذه المرحلة وباتت تعني إتلاف أي معدات عسكرية من جيبات ودبابات وأسلحة عسكرية أو هياكل أساسية مثل الملاجئ أو الثكنات أو الأنفاق أو المستشفيات أو المدارس وما إلى ذلك. حتى البشر أو أصحاب الأرض بتعبير أدق يكون التخلص منهم ضمن هذه السياسة، فهم من روابط عودة الحياة للمدينة ودافع كبير يدفع إلى إعادة أعمارها. لذلك يلجأ العدو في هذه الحالة إلى تهجير أهل المنطقة المستهدفة ضمن سياسة الأرض المحروقة. فالتهجير إذن أحد استراتيجياتها، بل ربما يعد الأهم. فتراه يضغط بالقصف والقوة على السكان، فإما أن يهاجروا كي يكسبوا حياتهم وحياة أسرهم وأهاليهم، أو يتم نفيهم قصرا أو يموت في هذا المكان. حروب استخدمت فيها سياسة الأرض المحروقة. عندما ظهرت سياسة الأرض المحروقة قديما، كانت دلالتها تختلف عما هي عليه حاليا، حيث كانت ترمز إلى إتلاف المنطقة من قبل أصحابها والطرف المنسحب منها كي يمنع عدوه من الاستفادة منها. بمعنى أدق، سياسة يتبعها المهزوم كشعرة أخيرة يتمسك بها. وأول مرة استخدمت فيها هذه السياسة كانت على يد السكوثيين، وهم رعاة بدو رحل. استخدموا هذا الأسلوب ضد الملك دار الأول، ملك فارس، خلال حملته السكوثية الأوروبية، حيث انشق هؤلاء وهربوا من الفرس منسحبين. وقبل أن ينسحبوا، دمروا مؤن الطعام وسمموا آبار المياه، ما تسبب بموت كثيرين من جنود الملك دارا. وبحسب الجنرال اليوناني كسينوفون صاحب كتاب أناباسيس، فإن الأرمن أيضا أحرقوا محاصيلهم وإمداداتهم الغذائية قبل انسحابهم من أراضيهم. كذلك استخدم القرطاجيون سياسة الأرض المحروقة أثناء الحرب البونيقية الثانية بين عامي 218 و202 قبل الميلاد، وذلك خلال اقتحامهم إيطاليا. وأيضا بعد نهاية الحرب البونيقية الثالثة، استخدم مجلس الشيوخ الروماني هذه الطريقة لتدمير قرطاجة تدميرا دائما، فهدموا المباني وأحرقوا الحقول وخربوا الأراضي الزراعية كليا.
كذلك استخدمت هذه السياسة في الحرب العالمية الثانية كما اعتادت روسيا استخدامها، ولها تاريخ حافل معها مع تغيير أسلوبها واختلافه قديما عن اليوم، إذ يسجل التاريخ في صفحاته أشهر الحروب التي استخدم بها الروس هذا الأسلوب، وذلك أثناء اجتياح نابليون للأراضي الروسية واستخدمتها دفاعيا لا هجوميا. إذ طبق الروس استراتيجية الأرض المحروقة التي استنزفت جيش نابليون الكبير وجعلته يعاني من نقص بالإمدادات، وحين استطاع اقتحام موسكو بعد معركة بورودينو عام 1812 أحرق الروس 3/4 المدينة ودمروا محاصيلها ومصادر القوت فيها، مضطر نابليون للانسحاب منها سريعا بعد أيام بعد أن بدأ جنوده يموتون عطشا وجوعا وتسميما وبردا. وبين 1812 و 2022 سنوات طويلة لكنها مليئة بالحروب والصراعات التي تشهد على استخدام روسيا المستمر لهذه السياسة، فمن الدفاع مع جيش نابليون إلى الحروب في الشيشان وفي سوريا وأخيرا أوكرانيا. تكتيك واحد لا تغيره روسيا مهما تغيرت أساليبه ومناطقه، وهو الأرض المحروقة. ومن روسيا إلى فرنسا التي استخدمت هذه السياسة في الجزائر بوحشية، وربما تعتبر الجزائر أكثر الدول التي عانت أهوال هذه السياسة تاريخيا، إذ لجأ إليها الاحتلال الفرنسي بإتلاف مصادر تموين الثوار والعمل على أفقار الشعب الجزائري. ومن الأحداث التي تشهد على استخدام الفرنسيين لهذه السياسة عندما قامت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال ديميشال بحرق قرية قبيلة الهين بوهران بأكملها. وعام 1835 صرح المقدم الفرنسي لامورسيير قائلا: دخلنا الدواوير فأحرقناها كلها بلا رحمة ولا شفقة، وقتلنا كل رجل وجدناه فيها، وعدنا إلى الجزائر فرحين، ورفعنا بياننا فخورين بما فعلناه أمام القيادات. ولا ينسى الجزائريون حملة الجنرال دارالانج ومعه 2400 جندي فرنسي على المنطقة الممتدة بين وادي حمر قرب سهل ملاتة وصولا إلى زناتة ثم إلى قبائل بني عامر، حيث استطاع الجيش الفرنسي حينها إخضاع المناطق خلال 5 أيام باستخدام سياسة الأرض المحروقة. أما أبرز من استخدمها ونكل فيها فيعد الجنرال بيجو الذي كان يقول: إن عبور الجبال ومحاربة الثوار والقضاء عليهم أمر ضروري، لذا يجب تدمير مصالحهم، ففي كل قبيلة من الضروري تحطيم القرى وقطع الأشجار المثمرة وحرق وقلع المحاصيل الزراعية وإفراغ المخازن وتفتيش الأودية والصخور والكهوف من أجل اختطاف النساء والأطفال والشيوخ والمواشي والأثاث المنقول. هذه الطريقة الوحيدة كي نضمن استسلامهم لنا. وهذا ما كان يطبق على الأرض فعلا، ولم يبقى مجرد كلام. الجندي الإسرائيلي الميت خير من الجندي الأسير، عبارة تلخص بروتوكول هانيبال الإسرائيلي، والذي يعد من أكثر التكتيكات العسكرية الإسرائيلية وحشية، إذ يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع خطف جنوده من قبل الفلسطينيين أو غيرهم. أما صيغته المعروفة فهي أن عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى ولو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها، أي أن قتل الجندي مباح في حال كان معرضا للخطف. وقد اعتمدته إسرائيل بعد تكرار اتباع سياسة الخطف وأخذ الأسرى من قبل الفلسطينيين. بدأ وضعه عام 1985 وتم الكشف عنه علنا للمرة الأولى عام 2001، ويقال أن هناك نسختين منه، واحدة مكتوبة شديدة السرية يعرفها حصرا أصحاب الرتب العليا في الجيش الإسرائيلي، وأخرى تعطى شفاهيا لقادة الفرق لتطبيقها. عام 2018 انتقدت هيئة رقابة حكومية إسرائيلية بروتوكول هانيبال العسكري، فتقرر إيقاف العمل به. لكن منذ تنفيذ عملية طوفان الأقصى والأحداث التي تبعته، طالب الإسرائيليون بإعادة تفعيل البروتوكول، ويبدو أن ذلك الطلب لاقى أذانا صاغية، إذ استمرت إسرائيل بتصعيدها ضد حماس وقطاع غزة رغم تلويح الفلسطينيين بقتل الأسرى الإسرائيليين الذين تم خطفهم مع انطلاق طوفان الأقصى.
الذي تشهده غزة منذ انطلاقه أيضا سياسة أرض محروقة على يد الإسرائيليين، وصلت أوجها أمس مع تنفيذ حملة الاجتياح البري العنيف للقطاع، والذي من الواضح أن إسرائيل تريد منه تدمير غزة على رؤوس كل من بقي فيها وحرقها حرفيا بمن فيها.